يبقى وان كنتم ايه في ريب. ما هو الريب بقى؟ الشك. احنا برضو في حلقه سابقه قلنا الشك دي لون من النسب غير المجزوم بها، لان كنا قسمنا النسب الى كام؟ الى ست نسب، مش كده؟ النسبه اما مجزوم بها او غير مجزوم بها. فان كان مجزوما بها هل الواقع كذلك ام لا؟ ان كان غير واقعه يبقى جاهل، يبقى الجاهل جازم بنسبه غير واقعه، مش كده؟ طب وان كانت واقعه؟ هو جزم وهي واقعه، ان استدل عليها فهي علم، وان لم يستدل عليها فهي تقليد. طب فان لم تكن النسبه جازمه نقول له ان كانوا متساويين يبقى ده اسمه ايه؟ الشك، الريب. وان كان واحده راجحه، الراجحه تبقى ظن والمرجوحه تبقى ايه؟ تبقى واهم. اذن الريب في النسبه الايه؟ المتساويه. ريب في ايه؟ في من انزل عليه ولا فيما نزل؟ نص الايه ان كنتم في ريب مما نزلنا، يبقى اذن الريب في مين؟ في اللي نزل. يبقى معنى ذلك ان المنزل عليه ما فيش فيه كلام بقى، الكلام انتم بتتكلموا فيه ما ايه؟ فيما نزلنا. انتم حتتناقضوا، لانكم بعدين حتقولوا ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اذا فقد نفيتم الريب في القرآن واثبتتم الريب فيما نزل عليه القرآن، فهذا اضطراب في التقابل. وما دام اضطراب في التقابل يبقى اسمه فلس في الحجه. مره تقول الريب فيما ايه؟ ومره تقول هم، مش كده؟ ايه التناقض؟ يبقى انتم اللي بتتناقضوا. انتم بتقولوا ان كنتم في القران، بيقولوا ان كنتم في ريب ما نزلنا، يثبت انكم ارتبتم فيما نزل، مش كده؟ واما المنزل عليه ده ما فيش فيه كلام، ده هو صادق، ده هو امين، ده هو مش عارف. انما انتم اضطربتم بعدين قلت القران لو كان منزل على واحد تاني يبقوا نقلتم النقد، وما دام نقلتم النقد يبقى اضطراب في الايه؟ في المقابله. وايضا اضطربتم تاني وقلت ده سحر، مش قالوا كده؟ قالوا سحر بيسحر الناس، قلنا في الرد عليهم علشان يبقى رد كده خالص، قلنا والله انتوا اغبياء يا بعدي، ان كان سحر وبيسحر الناس اشمعنى انتوا ناصحين كده وما انسحرتوش؟ طب ما دام بيسحر الناس اشمعنى سحر الناس وانتوا لا؟ لو كان سحرا لسحركم معهم، اذا فبقاؤكم لتقولوا انه سحر دليل على انه ليس بسحر. طيب يقولوا شعر، طب فيكم شعر؟ فيكم شعر. يقولوا كهانه، فيكم كهان، مش كده؟ الله، اذا كل باب مردود عليه. وعلى ايه؟ بلاش الكلام ده كله، مساله بسيطه. معنى في ريب يعني ان الله لم ينزل، معنى في ريب ان الله ايه؟ لم ينزل. عارف ما دام ربنا ما نزلوش، اذا نفيت الفاعل لا ضروره ان ينفى الفاعل. لم تقل ما سرق فلان من عندي شيء، يبقى انت نفيت السرقه من فلان، انما السرقه، يبقى كانكم املتم ان شيئا نزل، مش كده؟ وبعدين بتقولوا بس هو ما نزلش من ربنا. طب نزل من مين؟ نزل من مين؟ ما هي لولا نزل يبقى فاهمين انه ايه؟ مش نزل. طب نزل من مين؟ نشوف كده. اضطربوا مره وقالوا ده في واحد هناك قاعد هناك او على الجبل هناك بيعلمه. قال لهم اتقفشتم، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، روحوا كلموه كده ان كان يعرف ينطق مع عربي. لسان الذي يلحدون اليه وهذا لسان عربي مبين. يا كذاب ان كنت كذوبا فكن ذكورا، ده اعجمي اللي انتم بتقولوا عليه ده. طيب